لعبوا الدنيا الهباشين، لعبوا الدنيا الهباشين. يا حمد الله بيكفيه، يا حمد الله بيكفيه. وصلتونا اليوم احنا مشتركين بفعالية جماهيرية من أجل الغلاء، الغلاء اللي مزبوط وصل مستويات كتير عالية وكتير شديدة. كتير من الأسر الفلسطينية عمالها بتعاني، مش قادرة تكفي الاحتياجات الأساسية إلها. المزبوط عدا عن إنه في عجز كبير عن تغطية رسوم المدارس ورسوم الجامعات ورسوم السكن، أيضا المواد الغذائية خاصة في شهر رمضان ارتفعت أسعارها ارتفاع جنوني، لدرجة إنه المواطن الفلسطيني بكل المناطق بكل المحافظات عاجز عن إنه يلبي احتياجات هذا الشهر الفضيل. بدنا حكومة وحدة وطنية، لكن كمان أيضا بدنا حكومة فلسطينية حريصة على مصالح الشعب وقضايا الشعب واحتياجات الشعب. بدنا رقابة على الأسعار، بدنا ضمان وبدنا حماية للجماهير الفقيرة والجماهير بعاطي العمل وأيضا الشرائح الفقيرة. عندنا بطالة مجنونة، عندنا بطالة مجنونة. جينا اليوم إلى الخليل لنعبر بصوتنا عن آلام وعذابات الفقراء الذين لم يستطيعوا ولم يعد بمقدرتهم الوصول إلى الغذاء الرئيسي. الغلاء المستفحل في بلادنا تتحمل مسؤوليته أولاً الحكومة الفلسطينية، لأنها لا تفعل ما يكفي لضبط التجار الجشعين، لتفرض رقابة على الأسواق. ثانياً يتحمل مسؤولية بعض التجار والمنتجين الفلسطينيين الذين رفعوا الأسعار، مما وجه ضربة كبيرة لحملة المقاطعة البضائع الإسرائيلية. جينا نقول نحن نختلف مع حكومة الحمد الله ومع سياسات هذه الحكومة التي تفقر الشعب، نختلف مع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المضرة بمصالح الطبقات الفقيرة. شحتونا وجننتونا، شحتونا وجننتونا.